يعني هل ممكن نشوف يعني بعد التهدئة على ضوء ما يحدث الآن إطلاق حتى ولو صوري لعملية سلام أو بداية ما يسمى بالإرهاصات لعملية سلام، ولا أقصى ما يمكن أن نحصل عليه الآن هو التهدئة في ظل وجود طبعا حكومة تحدثنا مرارا وتكرارا أنها ربما الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل؟ للأسف الشديد وزير الخارجية الأمريكي جاء ولم يكن في جوابته تصورا أو رؤية متكاملة لأفق سياسي، بمعنى إعادة إطلاق المفاوضات من أجل الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 من يونيو 1967، حيث انحصرت واختزلت مهمة وزير الخارجية الأمريكي في نزع فتيل التوتر والحيلولة دون مزيد من التصعيد. وهذا هو ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، وانصبت باتجاهه كل التحركات والجهود الأمريكية. حتى حينما سئل وفد وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عن هذا الأمر، السؤال اللي حضرتك وجهته ده، قال ليس لدينا مبادرة حقيقية في هذا المضمار، لابد من تهيئة الأجواء أولا. وتحدث عن مسألة الخطوات المرحلية، إنه قال أولا تهدئة، ثانيا إدامة هذه التهدئة، ثم بعد ذلك تهيئة الأجواء لاستعادة المفاوضات. والحقيقة بيفكرني بنظرية كان دانيس روس وويليام كوامس وبعض المفاوضين الأمريكيين في مفاوضات السلام بين إسرائيل والعرب أعلنوها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي تسمى نظرية النضج أو الرايبنس ثيوري. نظرية النضج كانت بتقول إنه الولايات المتحدة راغبة وجادة في السلام، لكنها لن تسعى لإقناع الأطراف بالدخول في مفاوضات، وإنما ستنتظر حتى ينضج أطراف الصراع ويكون لديهم استعداد جاد، ثم بعد والاكتفاء بفكرة إدارة الصراع وليس حل الصراع. للأسف يعني لو أنا بتكلم صح، حكومة نتنياهو، لا يبدو أن حكومة نتنياهو الأكثر يمينية وتطرفا من بين الحكومات الإسرائيلية، لا يبدو أنها جادة في هذا الأمر. حتى مسألة حل الدولتين، يعني إسرائيل تستمع إلى هذا الطرح الأمريكي وتعتبره ضربا من الخيال، لأن حكومة نتنياهو تحديدا لا يمكن أن تقبل بهذا الأمر، لأن لديها استراتيجية واضحة، وهي تصفية القضية الفلسطينية وتوسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية دون ربط هذا التطبيع بتحقيق تقدم في القضية الفلسطينية وفي التسوية العادلة. وبالتالي إذا كانت حتى الولايات المتحدة استطاعت أن تبلور الرؤية لعودة المفاوضات أو الأفق السياسي، أتصور أنه لن يكون في ظل وجود حكومة نتنياهو الحالية. طيب قبل ما أختم مع حضراتكم سريعا، يعني دكتور بشير وهرجع للدكتور أيمن، يعني البعض ربط أيضا التحركات الكثيرة في المنطقة هذه في هذا التوقيت، وأيضا ما قرأنا من أخبار عن استهداف في إيران لبعض المسيرات لبعض الأهداف، هل ما يحدث من جولات مكوكية له علاقة بشكل أو بآخر بمقيل أنا ليست لدي معلومة وأعتقدش أنه حد لديه معلومة أو تصريح واضح بشأن الملف الإيراني في المنطقة؟ الحقيقة أن الملف الإيراني ليس منبت الصلة بما يدور، لأنه حتى بلينكين أعلن أن هناك توافق أمريكي إسرائيلي حول منع إيران من امتلاك السلاح النووي، واعتبار إيران مصدر للتهديد بالنسبة لإسرائيل والمنطقة. لكن زيارة بلينكين كانت محددة سلفا، يعني منذ أشهر تقريبا أو أسابيع على الأقل، لكن تزامن انه مجيئه يعني تزامن مع هذه التطورات المتسارعه في الاراضي الفلسطينيه وبالنسبه لايران ايضا. لكن الحقيقه ان هناك قلق امريكي بالغ من نجاح ايران في تعزيز علاقاتها الاستراتيجيه مع روسيا، سواء من خلال تزويدها بالمسيرات او بالصواريخ المستخدمه في حرب اوكرانيا بالزبط. خصوصا وان هذه المساعدات العسكرية الإيرانية لروسيا يقابلها مساعدات روسية تكنولوجية وتقنية عالية المستوى لتطوير برنامج إيران، سواء للمسيرات أو للصواريخ أو حتى البرنامج النووي الإيراني. هناك مشاريع للتصنيع المشترك، هناك تعاون اقتصادي عالي المستوى مفهوم. هناك تعاون حتى في التحايل على العقوبات، لأن إيران أكثر دولة في العالم لديها خبرة
في التحايل على العقوبات الأمريكية والدولية طبعا، وبالتالي بتقدم خبرتها لروسيا في هذا المجال التي باتت تعاني من العقوبات الغربية. لكن اختصارا لأنه الوقت كمان سرقني، لكن ما فيش شيء واضح وصريح عن قرب ضربة ما الأسئلة التي لا تسأل. ضربة أنا في اعتقادي وقد صرحت بذلك كثيرا أنه ضربة عسكرية أو هجوم عسكري كبير ضد إيران لن يحدث، لأنه بالفعل منذ سنوات بدأت ما تعرف بحرب الظل ما بين إسرائيل وإيران، وهي الاختراق الأمني، طائرات مسيرة، بعض الأهداف والرد عليها، يعني مناوشات كده. الأمور وصلت الآن إلى استخدام مسيرات وصواريخ وتجنيد عناصر داخل إيران وتموضع للموساد في داخل إيران ومذكرات بومبيو وزير الخارجية السابق التي أعلن عنها مؤخرا أكد أن هناك تعاون أمريكي إسرائيلي في كل هذه الاختراقات الأمنية الإسرائيلية بالزبط. ضد إيران، وبالتالي لا حاجة لأمريكا بالضبط. وعشان كده سألت أنه كان تصريحات من هنا وهناك لبعض الأطراف العربية، مذكرات بومبيو قرأت أيضا عنها، وبالتالي كان أيضا في تكهنات دولية، لكن لا أحد يستطيع الوصول إلى الحقيقة المطلقة في مشهد يعني دولي مضطرب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في العلاقات الدولية، والدكتور أيمن سمير أيضا خبير العلاقات الدولية والباحث الكبير. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يعني قراءة هي مستفيضة من كل الزوايا.